هاكوني كسب ما تحب نخرج الاثنين نسهروا ما مرة عندك مرة عندي ضربة ليك وضربة ليا كيفاش تحددت ساري هكي كوبر فما حاجة صارت يا أخي فما شوية سلعة جاية في البورد قاعدين نتبع فيها كونتينرات ديوانات ونحط نعترين نوصلها بشوية بشوية حتى توصل إلى بر الأمان أبو دار فيها سلعة مهمة برشة هذه خشمك بالدم تشربي كاس تعملي حاجة بشفاء شربت باش نسألك بالله يا اخي انتي تحبيني لا ماكش نورمال اليوم انتي كي تحكي هكا تولي تخوف تصبح على خير يا ناري على روحي يا ناري وين كميمتي وينك وليت نخوف مفيدة مفيدة تفضل سي ناصر غني ليك بتاع الأم بتاع الأم غريت الأم يا ميمتي الغالية يا عين من عيني ما باش تعمل غني تطلع صوت كسيب صوت كسيب صوت كسيب صوتك امي امتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز عليا الايام لعبت بيا واكواني لفراقك واكواني لفراقك امشي كاو يمي يا مهدي وينكم يا مهدي؟ يا مهدي وينكم يا اخي؟ كاينكم طولتوا؟ هاني في الطريق للكيوسك باش نستنى لك معايا الغادي، تهنى سي ناصر. مش كاينكم طولتوا شوية؟ ولاش باش نقول لك سي ناصر محسن الكولونيل بتاع الديوان عطانا شوية، ما حبيش نقلقك، جاني قدام الدار وعمل لي عرور، قال لي ما عجبتوش الحكاية، خلي عليا وعلى هدايا وطلب تعزيزات وتحلف فينا. حاول تحكي معاه وتركحوا سي ناصر. باهي باهي شيمك فيه محسن خلي عندي هو رجل طيب أما ساعة ساعة تحير له شوية هذيك الوطنية خلي عندي انتم كملوا خدمتكم وردوا بيكم في اثنية إذا صار معكم حاجة احكيوا معايا خليك جمانية بالسي ناصر حتى الغدا في الليل
عم حسن ما تنسانيش في قهوة العادة عمار. قهوتك حاضرة مدام رود. كي سبق. ميرسي. الحقيقة حاجتي بيك، حاب نحكي معاك راس راسك. هذه كاينة أمور نقابية، ماني نعرف. صحيح. بلغني اللي أنت ما صححتش على بيان النقابة. نعم، أنا ضد إنه طلب زيادة يكون هو الأول. الكلنا نعرف وضعية البلاد. أنا نحترم رأيك، أما في الحقيقة عندي عليه برشا احترازات. ما فهمتكش. ما يسالش. أفضل نحتفظ برأيي الروحي. لا لا قولوا، ولكن تحب تنقولوا في بلاستك. أنت تتصور اللي أنا برجوازية وعايشة في الخير مع راجل غني، فلذا ما يهمنيش موضوع الزيادة. من غير من جاملك هذاك بالضبط اللي كنت خامة فيه. أنت وامثالك مازالوا ما يعرفوش وضعية رجل التعليم وصلت، ولنا فقراء مدام بل تحت خط الفقر. أول أستاذ ما عادش يراها شهريته تتعدى من غادي الغادي. بطبيعة الحال هذا أمر ما يعنيكش. شوف مدام، أنا ما نحبش نأثر عليك برشا، أما نعرفك ونقدرك مليح، نعرف اللي مخك كبير، فماذا بيا هكا تغير رأيك. فما حتى مشكل. ميرسي على القهوة. عندي اجتماع مع سيد المدير. الو عسلامة، تي وينك هالغيبة؟ هاني ماما غاطسة نقري وامتحانات. كامل التيز نتاعك عجبني، كنت تحب نعاونك فيها. ويامي من حكاية التيز فدتني بها. وينو بابا لباسة؟ لباسة عليه، كليتو سياسة. اسمع ما تنساش تهرب لتخوك باش يعمل لما هوني خفيفة، يجي وانتي ومهدي بدلو جو. باهي باهي يامي، انا بيدي ماذا بيا نجي نبدل الجو. وينو كالفازغول شنحويلو ولا توحشتو برشا برشا؟ هاي ما باش ندخل بيرو المدير. باي باي. الوقت استدعى فيه راجل. علاش ما استدعاش؟ باش نقول اجا وحدك يا اخي؟ هو يفكر فينا اصل؟ هذيك اختك وذيك رجلها. مرسي على التحريش. هون هاي خليني نمشي انا. قولي الامور رايحة في البلاد؟ لاباس. خد بالك على روحك. نموت عليك. اوه السيد العقيد بحذانا، هذه مفاجاه. سلمي مون كولونيل. اهلا باترون. سافا؟ سافا، شويه خدمه. حتى هي البلاد ماهيش راكحه بالكل. لا راكحه، غير اخطاونا من السياسه كهو. اشترطوا فيها وحدكم. البلاد مازالت عامله ثوره راهو، يلزمها برشا سياسه. لا برشا خدمه. تعرفني ما نحب السياسه. نعرف، اما خساره انت تبعت ثنيه ما حبيتكش تتبعها. أي بابا خليني نمشي نتعاركوا. باهي باهي. مربي علاش هكا؟ علاش كل مرة هكا؟ سيبوا شوية. بالعكس، أنا فخور بيه برشا. والله لا تنفهمك.